الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدين.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم لا إله إلا الله
المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا. قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا الله العظيم التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، رب الأرباب، ومعتق الرقاب، ومعتق الرقاب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، ومنزل الكتاب، وهازم الأحزاب، وخالق خلقه من تراب، غافل الذنب قابل التوب، غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا خير رسلك، وأنزلت علينا أعظم كتبك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد بما يسرت لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، ملء السماوات والأرضين وملء ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم،
اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعله علينا حجة، اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعله علينا حجة، اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعله علينا حجة، اللهم انفعنا به ولا تحاسبنا به، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم هذا شهر القرآن وهاته ليلة القدر بإذنك يا الله، اللهم هاته الليلة التي أنزل فيها القرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن يا حنان يا منان يا واحد يا ديان يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وإلى الجنة شفيعا ورفيقا، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأظهرت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأحسنها كلاما وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، ومن جميع أنواع الشرور كلها إلى جميع أنواع الخيرات كلها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تدع لنا يا مولانا في هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك
وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، ويا جابر القلوب المنكسرة، يا حنان يا منان، يا واحد يا ديان، يا رحيم يا رحمن. اللهم أنت أحق من عبد، وأعظم من ذكر، وأرأف من ملك، وأجود من أعطى، وأكرم من سئل. أنت المليك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. عز جارك، وتل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، وتباركت آلاؤك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، وأنت الله لا إله إلا أنت. قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم إن كنا لسنا أهل للدعاء، فأنت أهل الإجابة، أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من حالنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون، نحن الضعفاء بين يديك. نسألك سؤال المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الخاضع الضرير، دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحمه. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا تأخذ بالجريرة ولا تهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حليم يا ستير. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم العرض عليك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. يا الله، يا الله، يا الله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر هذا الشهر بعتق رقابهم من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا من أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من بلاء وشر وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت.
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ألقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وهذا ختم القرآن، والعبد عبدك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين. اللهم اقض لكل امرئ ما تمنى. اللهم يا فالق الحب والنوى، اقض لكل امرئ ما نوى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. اللهم عجل لهم بالنصر والفرج يا الله، يا الله، يا الله، يا غيات المستغيثين، ويا ناصر المستضعفين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، اللهم عجل لهم بالنصر والفرج. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام، واجعل كلمة الإسلام هي العليا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. إلهنا قد زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، فالآن من عذابك من يستنقذنا؟ من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي ندعوه وأنت الرب المعبود؟ ومن الذي نسأله وأنت أهل الكرم والجود؟ اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا وتقل موازيننا ويسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة
وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم حتى يكونوا في بطون الألحاد آمنين وعند قيام الأشهاد مطمئنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا، اللهم ارحمنا تحت القبور، اللهم ارحمنا إذا انقطعت من الأسباب ووارنا التراب وهجرنا الأهل والأحباب. يا الله يا الله يا الله، اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والمسلمون في أمن وإيمان وصحة وسلام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا، واجعل اللهم أعمالنا خالصة لوجهك الكريم جالبة لرضوانك العظيم. اللهم اجزِ إخواننا القائمين على هذا المسجد خير الجزاء، واجزِ المسايمين فيه خير الجزاء. اللهم بارك لهم في أعمالهم وفي أموالهم وفي صحتهم وفي ذرياتهم، وأقر أعينهم بإتمام هذا المشروع المبارك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتقبل على سيدنا وحبيبنا محمد، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salam alaykoum wa rahmatullah. Donc pour le repas, c'est au sous-sol. Donc pour le sahur, c'est au sous-sol.